نسقفها. نسقفها يعني نوقفها. نوقفها. هتشوفوا أكلة سمك؟ مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ رجعنا لكم اليوم بفيديو أنا مستني من لما فتحنا القناة، على فكرة من لما بلشنا الموضوع هذا الفيديو مخمخ له مخمخة خاصة من إمارة راس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة. هذا الفيديو يا جماعة أنا من زمان ناطره، بدي أعمله على أصوله. خلي علا تخبركم عن هذا الفيديو اللي أنا عن جد على قد ما لي متحمس له، ما لي عرفان أوصف شو رح يصير فيه صراحة. يا جماعة مو بس ياسين اللي متحمس له، أنا سوبر متحمس له، لأنه أنا بطبعي كتير كتير بحب أكلات السمك، وبالذات الطريقة العراقية كيف بيعملوا السمك. فاليوم رايحين نجرب المسقوف العراقي على أصوله مع رفقاتنا العراقيين علي وأمل. علي وأمل يا جماعة هن يوتيوبرز مثلنا مثلهم، بس محتواهم شوي مختلف عنا. هن فلوجرز بيصوروا حياتهم اليومية، بيطلعوا مشاوير، بيعملوا هايكينج هون كمان بالإمارات. فخلينا نعرفكم عليهم، روحوا هلأ واشتركوا عندهم بالقناة لأنه محتواهم عن جد بيسلي. هخلي اللينك بالدسكريبشن. خلوني أعرفكم هلأ على علي وأمل. هاي يا جماعة. أهلا. هاي، كيفكم بعد زمان؟ علي. مرحبا يا متابعين قناة يلا مشوار. احنا على فكرة احنا قناة ويردي فاميلي، احنا من متابعين قناة يلا مشوار، محتواهم جوع، فاحنا ما كل احد محب يجوع. شكراً لا داعي. يا جماعة أنا بس لخبركم شغلي، هون علي بالأساس هو كان صديقي من أيام الجامعة، ففي كتير ذكريات بالأكل، قصدي بالدراسة، مشتركة بيناتنا. وأمل كمان زوجته اللي كتير كتير مهضومة ولذيذة، وهلأ حيورجونا المسقوف على أصوله. ولخبركم شغلة تانية يا جماعة، ترى أمل نص لبنانية نص أرجنتينية، فعنا هون كوزينات مختلفة. يعني إن شاء الله راح نسوي لكم سمك مسقوف على أصوله، على الأصول العراقية، صح. وما يخيب ظنكم إن شاء الله. خليكم معنا. هسه حط الخشب. خلصنا صف حجر يا جماعة، خلصنا المكان مثل ما انتم شايفين. فهسه وقت شنو؟ نشعل النار ونسقف السمكة. يلا. الله عليكم. هلا بعد ما شغلنا النار علي حيحكي لنا كيف حيساوي لنا المسقوف. اوكي يا جماعه، هسه اللي راح نسوي اول شيء خلينا نشوف شلون نقدر نوقف او نسقف السمكه. النار هسه بدها تشتغل، اول شيء هي تظل على نار، بس يعني انه ما تنحط دايركت على النار، اللي هو بس حراره النار هي اللي تشويها للسمكه. لما تشتغل عادي، بعدين شوي شوي لما يصير جمر همتن الحراره شوي شوي تسويها او تشويها للسمكه. فخلينا نشوف اول شيء شلون نقدر نسقفها، نوقفها هيك بعدين نكمل. يعني المسقوف هو الفكر، الاسم اجى من تسقيف. تسقيف المسقوف هي اجت، ايوه بالضبط، من طريقه التسقيف. هذا صار تفقيش. انواع المسقوف اكو ثلاث انواع سمك يستخدموها بالعراق، اللي هو البني والشعري اعتقد، ونوع ثالث نسيت اني اصف. لا والله صدق فعليا هو اكو ثلاثه، بس نسيتهم. بس هيك نحطها هيك بس على مود الهواء، شنو انه نقدر ناخذ حراره ال السمكه. هون حتكون السمكه. الشو السمكه، حط شويه رمض هيك على مود تثبت وما توقع علينا، ما تخرب لنا. شنو ما تخرب لنا؟ شنو السمكه سمك. يا جماعه ترى زوجته لعلي امل نص لبنانيه ونص ارجنتينيه، فهلا انا كثير حابه اسالها سؤال، انه عندكم شيء بالارجنتين بتعملوه بيشبه المسقوف بهي الطريقه؟ يعني نحن عنا مثلا شيء اسمه أسادو، في عنا نوعين، في أسادو على باريليا، وعنا الأسادو العادي اللي هو نحن بنسقف مثل علي بيقول، بنسقف العجل
او بنسقف مثلا اي نوع خروف، تقريبا بتنطبخ بين 12 ساعه ل 18 ساعه حسب كم كيلو بتكون، بس عاده اقل شيء 12 ساعه. بحطوها نفس طريقه المسقوف، ما بتنشوى على النار، بتنشوى بحراره النار، يعني بالدخان اللي بيطلع من النار بنشوى العجل او الخروف او البقره. ممكن تبطلون تقلدونا يعني؟ تقلدونا؟ انتوا اللي قلدتونا. اذا كنت هيدا انا حطلع مع علي السمكه، لانه انا عندي ياسين هو اللي بيصور اغلب الوقت، وانا العراقي اللي انا اعرف اسوي السمكه، وانا بحب اكل. حاس حالي بشتغل عنده، انا عندي ياسين هو اللي بيصور. هيا شنو السمكه؟ السمكه شو نوع السمك اللي جايبينه يا علي؟ بني شبش. هلا انا حجيب لك الشبش. الشبش هذا شبش. هلا المشكله العالم بيعملوا نصيحه انه بنرش هلا بزيت زيتون، بخاخ زيت زيتون انا جبته معي عشان ما تعلق السمكه لما تخلصها. ما تعلق على الشبك، لانه بعدين لما تسقف السمكه تمام راح مثل تلزق او تعلق او من هالكلام. بس على مود لما نفتحها تكون اسهل، ولي لما نفتح الشبكه يعني لا تلزق ومثل تصير هيك انه تخرب السمكه. تعرف انه صورك حلو. شوف هسه هذا اللي حيكون اللي هو الانسبشن، تعرف فيديو داخل فيديو داخل فيديو. علا علا قولي سمكه ثلاث مرات بسرعه. سمكه سمكه شمسه. سمكه سمكه سمكه. علي ممكن تخبرنا مثلا المسقوف اذا في له كذا طريقه بتنعمل عندكم بالعراق؟ اكو اكيد تختلف مثلا من منطقه لمنطقه، من شخص لاخر، من محافظه لمحافظه، كلها يعتمد على الشخص. بس هي البيسك اللي هي اصليه المسقوف الاصلي، تجيب السمكه تفتحها ترش عليها ملح، يفضل اللي هو الملح الخشن اللي هو البحري هذا تمام، بس تحط عليها ملح وسقفها انتهى الموضوع. بالنسبه للطعم هذا كله يعتمد على رغبتك انت الشخصيه. اكو بعض الناس يحطون، انا يعني شخصيا افضل انه احط عليها ليمون وشويه سماق تمام، رش عليها. اكو بعض الناس يحطون شويه زيت زيتون وشويه اللي هو هذا دبس الرمان. أوه. تمام، ويدهنوها دهن، تكون مساله اذواق مو اكثر. حنعمل سمكتين. حنسوي سمكتين، نسويهم احنا بالطريقه التقليديه، وبعدين الطعم يعتمد علينا احنا، نريد نحط شويه سماق وليمون او نريد نحط دبس رمان. دبس رمان ملح وليمون فقط، ملح تتبيله مالس مسقوف فقط ملح مو اكثر. طبعا نحن هلا حاليا عم نشوف اختلافات بالاراء بين اللبنانيه الارجنتينيه والعراقي. حتى العراقيين ممكن يساندوني بهذا الشيء. التتبيله مال المسقوف كاساس فقط ملح، بعدين يحطون اللي يريدوه، تعرفون هذا الشيء. تتبيله يعني صدق الجوجل وما صدق زوجها. ايوه شوف يا جماعه، مسقوف العراقي بالفرن. لا احنا ما بدنا. اذا حابين تشوفون اختلافات بالاراء دائما وضربات ومشاكل هسه، تابعونا على قناتنا، اللينك بالديسكربشن. تتبيله ملح صلصه طماطم حبيبتي، على حسب على حسب. يلا معلش امول سوري، هاي الحلقه برعايه علي، بس نحن نقرر ندوق الاسادو حتكون تحت اشرافك. رح اقعد هلا اعمل فنجان قهوه واطلع واكل. الله عليكم. الحلو بهذا ملح البحر عن الملح العادي، ان الملح البحر ينفخ شويه، يعني بوتوكس طبيعي حطيت. هسه خلص الحين هسه عم نسقفها، رح نروح نسقف. يا صياد السمك، السمكه على حراره النار هذه، على الحراره مو على النار نفسها، رح تبدا تستوي، ولازم تقريبا من ساعه ونص لساعتين. فراح نحط شنو السمكه الثانيه هسه. سمك البني هو سمك نهري طبعا، المسقوف يستخدمون به سمك النهري مو البحري. على مود احنا نحط ملح. وهسه يا جماعه يا رايحين نسقفها للسمكه. حيضربك بالسمكه علي. مثل ما انتم شايفين طريقه الشوي مال المسقوف من جهه واحده فقط، الجهه الثانيه ما تنشوي ما نلمسها ابدا،
نخليها اللون بدا يتغير شوي، حتى الجلد من ورا بدا شوي يتغير لونه. فمثل ما انتم شايفين الملح بعد لازق وهذا راح يطعم وراح ينفخ اللحم شوي. بعد ما يخلص، بعد ما كل شيء كل شيء كل شيء تستوي السمكه بشكل تماما، نحط التتبيله او الطعم اللي احنا نشوفه مناسب او اللي نريده. طيب علي، هلا هي حتى لو ما نحن ما قلبناها على الوش الثاني تستوى كلها؟ اكيد تستوى كلها، هو هاي طريقه المزقوف. تقريبا قربت السمكه تستوي بعد ساعه ونص من ما نحن حاطينها على الحطب، فهلا رايحين نحضر التتبيله مع علي. طرش عراقي، هذا صنع البيت، هذا ابويا هو اللي سواه بالبيت. على فكره اكو انواع من الطرش العراقي، اكو من هذا واكو النوع الثاني اللي هو يكون بالدبس، لون تحس الدبس الرمان يحطون به، طعمها مثلا يختلف عن هذا، بس انا عن نفسي انا افضل هذا، انا احبه عن هذا اكثر. اوكي، هسه بالنسبه للتتبيله اللي هي تقريبا السمكه صارت، راح نحط شويه زيت زيتون وشويه اللي هو دبس الرمان. التتبيله الثانيه اللي راح نسويها اللي هو السماق والليمون. مثل ما قلنا من الاول شيء، فقط هي رغبات وكل واحد شلون يحب طعم السمكه تكون. احنا محتاجين اكثر من ليمونه نعصرها على السمكه لانه السمك يحب الليمون. وهلا بعد ما عصرنا الليمون حنحط السماق. حمضت امي يا جماعه، هلا كراعية. حتشوفوا اكله سمك عم تكمل تجربه المزقوف العراقي. ما تحلى ولا تصير ألذ الا بالخبز العراقي يا جماعه. لا انا عم باكل لامل حتخلص. جدعا. لما بيجتمع هذا الشيء مع الاختراع اللي ورانا بتكون اكله خطيره رائعه. الحلو بالتخييم بالامارات انه العالم يلي بتقعد جنبك بتحسهم مثل اهلك، لدرجه انه الجيران يلي قاعدين جنبنا ضيفونا بلاليط. بلاليط هي اكله اماراتيه شعيريه مع بيض، ونحن بالمقابل حندوقن المزقوف العراقي. المزقوف صار، فهسه نحطه بشنو؟ بالصينيه مالتي. هسه راح نحط السمكه الاولى يا جماعه. يا شوفوا، تعرفون ليش هيك نزلت بسهوله؟ من يتذكر ليش؟ من الزيت اللي بخيناه على المنقل، زيت الزيتون اللي بخيناه. يعني انا هلا بقمه السعاده، السعاده الابديه، وبتنزل هيك. ايوه. يا سلام. هسه يا جماعه اللحظه الحاسمه، علا احتاج مساعدتك لو سمحتي. يا جماعه هسه اللحظه الحاسمه للكاميرتين، تمام؟ اللي راح نسوي وحده، راح نسويها بطعم اللي هو السماق، وهذه داري انت اي وحده تريدين. وحده بدبس الرمان وزيت زيتون، ووحده بالسماق والليمون. عم نشربها تشريب هلا. هو عاده شو يسوون مثل اللي بخوها بخ، عرفتي؟ بس احنا لانه هسه ما عندنا هاي الفاسيلتي، ما عندنا مانع من شنو الرشا ان شاء الله. انا هلا حاليا متعتي اللي عم بتصير هون. الله، شوفوا دبس الرمان كيف عم بيششر. هيك يا جماعه بتكون كملت الطبخه عنا، صارت خالصه بايدين الشيف علي وامول. حندوق المزقوف عاصوله من ايدين اهل العراق. حننقض مو راح ندوق. يلا ميتين جوع. يلا بسم الله. خلينا اول شيء ذوقوا، اول شيء انتم ذوقوا وقولوا لنا رايكم. هذا هذا بدبس الرمان. بدبس الرمان انا حجرب تبع السماق. جرب السماق انا حجرب، بس خلي بالك اكل اللي هو العظم، سلي الحسك. الحسك احنا نسميه بالعراقي سلي. سلي سلي عليكم. شوف ردة الفعل. الملح الصخري. ايوه الملح الصخري كثير عامل اصوله وشغله. قديش حاطه ليمون؟ خلينا نجرب احنا مول. يلا يلا. انا احب اول لقمه، اول لقمه ابديها بدون خبز. يا امي الطرشي. الطرش هذا شويه حار، الوالد سواه. تسلم ايدك بابا. خل تمر صح؟ اعتقد والله ما اعرف، هذا سر السر من ابوي. سر المهنه؟ لا ما دقته والله. لا 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 مو على مود اني طبختها، بس رائعه. فجرت الخبز عندي ما بعرف شو صار.
سؤال، هذا للزينة ولا للأكل؟ كله الأكل. رمان دبس الرمان صراحة اثنيناتهم طيبين، دبس الرمان والسماق اثنيناتهم طيبين. أنا بالنسبة لي السماق كان أطيب بكثير. هاي حمضة زيادة يمكن شوي. لا مو هي تعتبر أذواق، لأنه أنا بشكل عام أحب الحوامض. حسيت أنا هاي أطول. أنا حسيت تبع دبس الرمان. أنا حسيت ولا حسمني؟ No God please no no. الله يكون بعونك. هذه ما حشينها من الفلوق مالي. اللبن. ومع لبن بالعادة المسقوط؟ إحنا بالعراق نشرب اللبن ويا كل شيء. آه. يعني مثلاً لما نسوي فاصوليا، مثلاً فاصوليا وتمن نشرب ويا لبن. بامية، تمن، دولمة. لبن لبن. لبن مو تمن. لبن. بس معلومة. احنا بالعراق ما نشرب هذا النوع، او يعني نوع جاهز بيعملوه بالبيت، نسويه بالبيت. نجيب اللبن الروب تمام الرايب يا عين، ونحط وياه مي واللي هو الليمون دوزي. الليمون دوزي اللي هو ملح الليمون وشويه ملح، ونخلطها نخلطها نخلطها ويا ثلج يكون بارد كلش. صح شيء رائع. بدي فرجيكم هالمنظر بس. عن جد تسلم ايدك علاوي. يعافي حبيبي. اللبن مثل عنا انتو بتسموه عيران ولا كيف؟ اللبن لبن. حط لها لقمة. انا عم حط بصل. بس انا عم حط البصل معها كان رهيب جدا. يا جماعة فعلا الخلطتين اطيب من بعض، يعني تبع دبس الرمان خطيرة، وانا عملت اختراعي هون اني انا عم حط معها نعنع. كثير طالعه طيبه، كثير حبيتها مع دبس الرمان، مع اني انا ما كثير بحب دبس الرمان. وياسين حب تبع السماق، السماق مع الليمون وحمضه. انا هون هيك بلك لك بغمسها يعني بدبس الرمان بسقسقه سقسقه، وهلا بتروح. بس بتعرفوا شو، انه كانت انه حلوه هيك صح، معنا ما معنا معدات كامله، فتجربه حلوه. سوينا شيء اوت اوف من لا شيء. صراحه ات واز وورث الانتظار الويتنج. يسلم ايديك. بالعافيه يسلم ايدينا كلنا، احنا تعاوننا فيها هذا. الكل مشغول. الكل مشغول ما يتين جوع. غابت الشمس ولساتنا على ريق بطننا. اي والله كده صمع. عم بيدعمك. خلينا نجرب وحده سمبوسه. هاي هاي مع هاي مع بعض. هلا انا وعلي قررنا انه نحن حنجرب السمكتين، مو كل واحدة متبلينا بتتبيله لحال. ايوه حنعمل كل واحد سندويشه صغيره حط فيها السمكه يلي معموله بدبس بدبس الرمان، والسمكه الثانيه بالسماق والليمون. ايوه حنحطهم سوا ونزلطهم. نزلطهم. تعالوا نجربها مع بعض. طول بالك انا لساتني عم بجهز الساندويشة مالتي. الساندويشة شو؟ مالتي. 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 يلا بنتي. يلا يا ابني. يلا يا بنتي يا علا. يلا يا ابني. طول بالك لسا. يي كش كش. طول بالك. طول بالك عم بدعم ساندويشتي شو؟ دعميها دعميها. هات لي نعنع. ما تهات لي يعني انا هي. يلا خذي خذي راحتك خذي راحتك. يا رب. حتاكلوا اليوم ان شاء الله. يلا يلا صحتين. صحة. جربوها. الفيوجن رائع يا جماعه والله، الفيوجن حلو. انا مشكلتي بحب استطعم بطعم السمك اكثر، فاني حمض ودبس سماق بظلم السمكه هيك. بس تجرب يعني عادي. جرب يا عم جرب. You only live once. ليك امول عم بتلك منع. امول عم بتلك السمكه مثل ما هي، عم تاخذها وتلكها بدبس بعلبه دبس الرمان. لا عطوش كلمات عراقيه لازم تعرفي تقولي لي شنو معناتها. راحت فيها علا، اعطيها لعلا. يما نتلني اوتي، يما نتلني لوتي، صوتي العتب وايره. هذا على فكره بي انا شاك بي شويه شغلات عراقيه يعني.
علا. يلا. يعني شنو يعني؟ يلا شو يعني اوتي؟ اه صح صح. شو يعني اوتي؟ اوتي قوتي. يما نتلني الاوتي. يما قتلني نتلني. قتلني. نتلني. ايه نتلني يعني قتلني. يما نتلني القوتي. الاوتي. الاوتي. والله لبكره مرحبا. لا بدي اعرفها. يما نتلني القوتي. سوشي لعبت بوايره. سوشي؟ سوشي. احنا بالعراق نحب السوشي هو. اكثر سوشي لعبت بوايره. بعد الدولمة سوشي لازم. سوشي. يما نتلني. نتلني ضايقني. نتلني. قريبة عليها. ايه زعجني. لا. نتلني نرفزني. لا. طب راح ترجم لك النص الثاني من الجملة. طيب. وانت ابني عليها القسم الأولاني. طيب. سوشي لعبت بوايرة يعني نحق علي لعبت بالكبل تبعه. السلك تبعه. الكبل السلك. اوكي. سوشي الحق علي. مين هذا اللي عنده كبل؟ يما نتلني الاوتي سوتشي الحق علي لعبت بالكابل تبعه. اه اوكي تكهربت. نتلني يعني تكهربت. اوكي. نتلت تكهربت. Oh شو الاوتي؟ الاوتي شنو؟ التلفزيون؟ لا. الراديو؟ لا. بريز الكهرباء؟ لا. كل شيء فيه كهرباء؟ انطين مثل ما قالت؟ لا. هذا الساتلايت؟ شيء ببلش بحرف الميم. موجود بكل بيت. موجود بكل بيت وميم. مكواية. بعد مليون حواس. نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو المزقوف. المزقوف. صراحة أنا عن جد من زمان بحكي وبقول إنه واحدة من أكلات الأكلات البحرية النهرية هي المفضلة عندي، يعني قصدي أكل السمك. السمكية. السمكية كتير بحبها، وأنا دائما بروح على مطاعم عراقية خصوصي لأطلب مزقوف، وبحب هاي الطريقة. بحب إن جنرال، بحب كل الأكل المشوي أنا كتير بحبه، بس فعلا فعلا هي التتبيلة بالمطاعم نحن ما دقناها. صح. وفعلا تجربة كانت كتير حلوة. حلو إنه نحن جربنا كيف يعني شفناها قدامنا من اول ما راحوا علي وامل واشتروها لحتى ما هلا نحن عم ناكلها. شفنا كل هاي المراحل. بالعافيه يا جماعه. انا بصراحه هو فرحان انه عجبتكم السمك. واللي بده يشوف كيف اخترنا السمك وكيف علي نقى السمك ومن وين جاب السمك يحضر القسم الاول من الفيديو عندهم بالقناه، اللينك بالدسكربشن. هي اسمها يعني هلا انا بقمه الراحه النفسيه، وبعد ما غسلنا هلا بالبحر عم نستنى الشاي العراقي. الاكل بتدوخ، انا حرفيا رح نام. ما يعني شايفيني ما كثير عم بحكي بالفيديو بس تعبت، متعبه الاكله.